علم الشعب، وتحديدا على هذه النقطة المقابلة لنا حيث نحن نتواجد الآن. يذكر أيضا بأن هناك قصف لمزارع الشبعة في هذه اللحظات أيضا، ويمكن سقطت بعض القذائف في بسطرة تحديدا في مزارع شبعة، إذن قصف للعدو الإسرائيلي وعدوان إسرائيلي على كافة الحدود اللبنانية، إن كان الحدود مع فلسطين المحتلة أو حتى في مزرعة بسطرة المحتلة وهي إحدى مزارع الشبعة التي يحتلها العدو الإسرائيلي. القصف الإسرائيلي لا يزال مستمر بشكل واضح، اشتعلت النيران بشكل كما يمكن أن نرى واضح جدا بعد سقوط هذه القذائف في علم الشعب، وبالتالي مركزا او قرى مدينه صور او قرى قضاء صور كانت مركزا لبعض العمليات، خصوصا عمليه سرايا القدس التي كان قد نفذها بعض الاشخاص التابعين لسرايا القدس عند الحدود مع فلسطين المحتله ومحاوله التسلل الى داخل الاراضي المحتله، ولكن بعد ان كشف امرهم اشتبكوا مع العدو الاسرائيلي وادى هذا الامر الى استشهاد عدد منهم والى مقتل عدد من الجنود وضباط جيش العدو. تكرر هذا المشهد اليوم، هذا هو نهار وقرابة الساعة الخامسة من بعد الظهر سجلت عملية اطلاق صواريخ من الجنوب اللبناني من محيط سهل القليلي باتجاه العدو الاسرائيلي، وبحسب المعلومات الاولية والمصادر الامنية فان عدد هذه الصواريخ بلغ قرابة 15 صاروخا اطلقت من الداخل اللبناني باتجاه العدو الاسرائيلي. بطبيعة الحال بحسب المعلومات الاولية فان هذه الصواريخ هي صواريخ